السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناتكم مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة، يا ريت تعمل لايك جامد للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ويا ريت تدوني تعليقاتكم في التعليقات وتقولوا رأيكم إيه في الموضوع اللي أنا هقوله ليكم. موضوع مهم جدا وخطير جدا، وأول مرة أتكلم فيه أو يتكلم فيه حد، موضوع مليء بالخطورة. أول مرة أتعرض لموضوع زي كده، وأول مرة قد تكون حضراتكم ما تسمعوا الموضوع ده. الموضوع إن في يوتيوبر اسمها أم سيف. اليوتيوبر دي شابة صغيرة كده، عندها بتاع 23 سنة، صغيرة أو ممكن أكبر سنة أو أقل سنة. ليها قناة على اليوتيوب، القناة دي بتلعب فيها بابجي جيم، والمشهورة جدا على القناة، وعدد المتابعين بتوعها 5,600,000. تخيلوا حضراتكم، 5,600,000. آخر فيديو ليها على القناة طلع في الترندات بتاع اليوتيوب، عامل آخر فيديو ليها اللي هو عامل المشكلة اللي احنا فيها دي كلها، عامل 6,600,000 برضه. يعني تخيلوا، 6,600,000. ناس كتيرة كلمتني قالت لي يا دكتور محمد احنا بنثق فيك، وعارفين ان كلمتك واحدة، وانك ما بتغيرش كلامك، وانك انت لما بتكون عارف حقيقة بتقولها لنا. عايزين نعرف ايه حكاية اليوتيوبر ام سيف دي. انا عمري ما كنت سمعت ام سيف، ولا عمري تابعتها، لان انا مش يعني سن ما بيلعبش بابجي جيم دلوقتي. يعني ممكن ولادي بيلعبوه، لكن ناس كتيرة بتلعب البابجي جيم. دخلت على الترند بتاع اليوتيوب، لقيتها اول واحدة، اول صفحة اسمها ام سيف. حبيت اعرف ايه القضية المهمة اللي في البوست او في اليوتيوب اللي هو عاملاه. هو البوست 30 ثانية بالظبط، 30 ثانية، يعني بمجرد نص دقيقة قالت فيه، اتكلمت فيه مع الناس، قالت لهم أنا سعيدة بالفترة اللي أنا قعدتها معاكم، وكانت قمة سعادتي الفترة ديت، وأنا ده آخر فيديو ليا بس. وهي بتتكلم، أولا في عدة ملاحظات لازم كلنا ناخد بالنا منها لما نتفرج على الفيديو بتاعها. انا هحط لكم هنا صور، وهحط لكم العلامات اللي الناس شاكه فيها. اول حاجه الخوف الشريط اللي بتتكلم بيه، بتتكلم وهي خايفه ومرعوبه، وكأن حواليها حد بيسمع هي بتقول ايه، او حد بيوجهها، او حد بيخليها تقول اي كلمه. الحاجه التانيه الشفايف، هنا شفايفها هنا في نقط دم طالعة منها، كأن حد كان لسه مخلص ضرب فيها أو بيضربها. الإيد، هي رفعت الإيد وعملت العلامة ديت. أنا فضلت لقيت علامات كتيرة عملت بإيديها كده، اتضح إن العلامة ديت معناها إن حد عايز، حد بيقول لحد ساعدني أو انقذني، أو أنا في أزمة عايزة مساعدتك فيه. وأحط لحضراتكم العلامة مشهورة والعلامة معروفة اللي عاملاها أم سيف. إن كمية الرعب اللي البنت فيها، وكمية الخوف والرعب، واختفاء بعد كده وعدم ظهور أي شيء عنها. بالمناسبة، عشان أنا ما قلتلكمش في الأول، أم سيف أساسا سورية عايشة في تركيا. انتوا عارفين حضراتكم معظم السوريين اخواتنا ربنا يحفظهم كلهم، لما مشوا ان يعني انقسموا، معظمهم جه مصر، في جزء كبير معظم جه مصر ومشرفينا ومنورينا هنا في مصر، وفي جزء كبير برضو راح تركيا عايش في تركيا. فلحد دلوقتي في شباب كتير طلعت امبارح على اليوتيوب، ناس قالت انها اتقتلت، وان في ناس قالت ان ظهر واحد قال انه والدها، وقال انا اتحداها انها تظهر حد غيري يقول ان والدها او من اسرتها. وحد تاني قال انها كانت في العلاقه طبق بينها وبين نانو، نانو دي اختها اللي بتطلع معاها على القناه اليوتيوب، وقالوا ان في واحد
تاني اسمه جيفارا. جيفارا دوت قال ان هو كان في قصة حب او قصة صداقة بينه وبين ام سيف. على فكرة كلمة ام سيف هما بيستعملوها كتير قوي في الدول في سوريا والكلام ده. هي مش انا ما بقول لحضراتكم ان لسه صغيرة، هي ما عندهاش اولاد، ده اسم ده مطلق عليها. القناة بتاعتها معروفة على اليوتيوب باسم قناة ام سيف. زي ما بقول لحضراتكم القناة عليها 5,600,000 مشترك، وفي مشاهدات كتير على القناة، والقناة جايبة لها عائد كويس. يعني القناة مش مقصرة معاها، القناة كويسة معاها. تطلع انها تقول للناس ان انا هسيبكم وده اخر كلام واخر ميعاد بيني وبينكم، ده كان الامر المرعب في الموضوع. هي فين؟ هي ظهرت لحتى الآن، ناس كتير عمالين يبحثوا عليها. هل تعرضت للقتل؟ هل حد منحها؟ على فكرة الفيلا اللي ظهرت معاها دي بتاعتها، دي هي عايشة فيها، لأن اليوتيوب بيدخلها دخل كويس جدا، لأن أقل فيديو ليها بتطلعه بيجيب مش أقل من 1,000,000 مشاهدة، والمشاهدات عندها عالية جدا، وكل يوم كانت بتنزل فيديوهات، وكانت شغالة كويس، وكانت ماشية كويس في مجال اليوتيوب. الرعب الشديد اللي ظهرت فيه أم سيف عامل مشاكل وعمل قلق جديد للناس. هل اتقتلت؟ هل اتخطفت؟ هل تم منعها من ممارسة اليوتيوب؟ هل في أهالي مش عايزينها تعمل كده؟ طب بس هي كانت قاعدة فترة طويلة جدا، هي لها حوالي سنة أو أكتر شغالة لوحديها بدون ما حد يسأل عليها. ما فيش إلا ظهر الأب اللي هو بيقول إن أم سيف بنته، ويواجب عليها إن هي تثبت إن هو مش أبوها. هي الست أم سيف نفسها ما أثبتتش إن هو مش أبوها، وما اتكلمتش على الموضوع، لا بيتكلمت لا بالسلب ولا بالإيجاب. فالموضوع خطير، والموضوع محتاج مساندة منا كلنا حتى كبني آدمين. في معمول بوستات كتيرة على تويتر لناس كتيرة طالبة إنها تساند الست أم سيف، أو تساند اليوتيوبر الكبيرة المشهورة أم سيف. أنا بنصح حضراتكم لو في أي حد عنده طارق قادر ان يوصل ليها وان يعرف ظروفها او يقف جنبيها ويساندها ويظهرها، يا ريت يخش على اليوتيوب يكتب مساندة ام سيف، او احنا كلنا لازم نقف احنا كبني ادمين. انا عمري ما شفتها، كانت اول مرة اشوفها امبارح، وامبارح كانت الناس مكلماني من بدري، والموضوع كان مشتعل طول الوقت، بس انا عمال ابحث في الموضوع واشوف ايه السبب في خروجها. بقول جايز هي اللي غاوية انها تخرج او انها تسيب اليوتيوب، او ان جايز هي ان هي مش عايزة تكمل في اليوتيوب، او جايز في اي حاجة. لكن حتى الان لم تبرز الحقيقة. انا اتابع الموضوع ده وابقى معاكم دايما. يا ريت اللي مهتم يعرف مصير ام سيف يتابعنا في القناة هنا، واللي عنده معلومة سواء مصري أو أي جنسية تاني يا ريت يقول لنا عليها علشان نقدر نمشي وراها. هي غالبا مقيمة في تركيا، ولحتى الآن ما ظهرش أي تحقيقات من في تركيا، وناس أظهروا جثتين وقالوا ديت إن بتاعت أم سيف وبنتها أو أختها، ولكن الكلام طلع مش صح. الحقيقة حتى الآن لا أحد يدري ما الحقيقة. ربنا ينجيها، وإذا كان الأمر فيه خير ربنا يعني يخرجها من الشر اللي فيه. وربنا إذا كانت بقى هي عاملة كده عشان تعمل مشاهدات، ده الخيار لحضراتكم بقى. إذا كانت عاملة لعبة علينا عشان تعمل مشاهدات وتختفي يوم ولا اتنين وبعد كده تظهر تاني، يبقى هي كانت بتلعب بالمشاهدين بتوعها. فانا مش هقدر اقول لهم، لان معظم اللي بيلعبوا الببجي دول يعني في اطار الشباب والصبيان، فممكن مش هيسمعوا كلامنا
قوي، لكن اذا كنت انت شايفه ان هي بتلعب بينا، انا رب اتمنى ان ربنا ينجيها، وربنا ينجي اي حد وتكون بخير وسلامه. اتمنى ان الفيديو يجي بحضراتكم، لو حاجه لو عجبك يا ريت تعملوا لايك على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ويا ريت يا ريت لو عندك معلومه تقولها لنا في التعليقات تحت. اشكر حضراتكم، واتمنى ان اشوفكم في كل خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.